مساء الخير من القناة الوطنية الأولى نشرة جوية اليوم الأحد 31 مارس 2024 صحة شربتكم الناس الكل ومرحبا بكم في متابعة تفاصيلها في عطلة نهاية الأسبوع استمرت درجة الحرارة مرتفعة ظهر اليوم وانسجلنا بشمال بالمرتفعات درجة حرارة كانت في حدود ستة و 30 درجة وفي بقية المناطق كانت ما بين 31 و 35 درجة خصوصية الطقس نشوفوها من خلال تسلسل سوى القمر الاصطناعي وإن كان الطقس مخيم جزئيا بأغلب الجهات مع دوير رملية محلية بالجنوب بعد الظهر اللي لا الطقس يكون مغيم جزئيا باغلب المناطق الريح يتجه من القطاع الجنوبي بالنسبه للغدوه يتواصل الطقس مغيم جزئيا باغلب المناطق فاحيانا كثيفه سحب بعد الظهر بالشمال والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط وبالجنوب والحراره قد تشهد انخفاض نسبي بالشمال وبالوسط وتكون مستقره في الجنوب البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالشمال ومطر في شديد الاضطراب ببقيه السواحل كرف توقعاتنا لدرجه الحراره للمدن التونسيه قد نسجل 24 درجه في كل من تونس الكبرى ونيبل طقس كثيف السحب 22 في قليبيا 25 في زغوان غيوم مرتفعه في بنزرت 22 تبرقه في حدود 19 درجه 22 في باجه 23 في كل من جندوبه واسلي غيوم مرتفعه طقس كثيف السحب في الكيف 21 سحب عابره في تيلا 24 درجه حراره مرتفعه في القيروان 29 في جهه الساحل سوسه 24 23 في كل من المنستير والمهديه سحب عابره جزر قرقنه وفي قز درجه حراره مرتفعه 29 20 مغيم جزئيا سيدي بوزيد 29 قسنطينه 26 بالنسبه لمدن الجنوب الغربي قد نسجل في قفصه 30 درجه ودرجه حراره مرتفعه في توزر 32 وفي قبلي 33 سحب قليله بالنسبه لمدن الجنوب الشرقي 32 درجه في كل من جيبس وجزير جربه درجه حراره مرتفعه في بن 36 تطاوين 34 ورماده قد نسجل 37 درجه سحب قليله بالنسبه للملاحه والصيد البحري نشرت التحذيريه سيريه المفعول بالنسبه لاخوه البحاره وصالحه لمده 24 ساعه انطلاقا من الساعه السابعه بالتوقيت المحلي والمناطق المعنيه بهذه النشرات التحذيريه خليج تونس وخليج الحمامات الرياح في كملة الشريط الساحلي تتجه شماليه غربيه ما عدا السواحل الشرقيه تكون جنوبيه شرقيه تتجه شماليه والبحر في كملة شريطة الساحلي يكون شديد الاثرافة محليا هائج وسرعه الرياح في كملة الشريط الساحلي تكون ما بين 25 الى 30 تتقوى مع مرور السحب الرعدية توصل 40 عقدة قراءة في توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية درجة حرارة مرتفعة في نواقشط 31 دربيزة 19 الجزير مغيم جزئين 22 درجة حرارة مرتفعة في طرابلس 31 والخرطوم قد نسجل 36 درجة سحب عابرة القاهرة تقصى في 29 درجة بالنسبة للبقاع المقدسة أمطار عادية تكون في المدينة المنورة 29 مكة المكرمة 32 طقس صافي مسقط 28 أبو ظبي 27 دوحة 30 الكويت 29 وطقس صافي في بغداد 30 درجة بالنسبة للشرق الأوسط القدس الشريف 29 بيروت 26 دمشق 28 إسطنبول في حدود 21 درجة طقس قليل السحب بالنسبة لأوروبا درجة الحرارة في روما تكون في حدود 22 درجة وأمطار منتظرة مرسيليا 16 17 في برلين الوضع الجوي ملائم نزول أمطار لندن 13 درجة 13 في بروكسيلا 12 في أمستردام فيينا درجة حرارة مرتفعة 24 الوضع الجوي ملائم نزول أمطار في جنيف 13 درجة باريس سحب عابرة 13 درجة ومدريد 12 ولشبونة 16 درجة طقس قليل السحب بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الثلاثاء طقس يكون مغيم جزئيا بالشمال وبالوسط سحب عابرة بالجنوب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب والبحر مضطرب والحرارة قد تشهد انخفاض بالنسبة ليوم الأربعاء الطقس يتواصل مغيم جزئيا على كامل البلاد الريح يكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب والبحر كذلك يتواصل متموج والحرارة تشهد ارتفاع طفيف أوقات الإمساك والإفطار، الإمساك إن شاء الله يكون في تمام الساعة الرابعة صباحا و26 دقيقة، والإفطار في تمام الساعة السادسة مساء و44 دقيقة، لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي على صفحة الويب www.meteo.tn تتفاعلوا وتتواصلوا معاهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي. أوقات صلاة لمدينة تونس وما جاورها اليوم الاثنين واحد أفريل موافق الاثنين وعشرين رمضان ست الصبح تكون في تمام الساعة ربع صباحا وستة وثلاثين دقيقة ستة الظهر منتصف النهار وثلاثين دقيقة ستة العصر في تمام الساعة ثلاثة مساء وسبعة وخمسين دقيقة ستة المغرب في تمام الساعة ستة مساء و وأربعين واربع واربع دقيقة وستة العشاء في تمام الساعة الثامنة مساء وحدش دقيقة نهاية النشرة إلى اللقاء